الشلة تبحث عن عروس لغيت مروان. نارين بيوتي تعلن عن موعد مفاجأتها. رد برهوم القوي على أنس الشايب ومشكلة جديدة بين مصطفى ريدر ووسام قطب. شاهدوا المزيد من التفاصيل. ومشكلة جديدة بين اليوتيوبرز بطلاها الآن هما اليوتيوبر العراقي مصطفى ريدر مع اليوتيوبر الأردني وسام قطب. فبعد أن قصف ريدر وسام قطب وعبود بإطلاقه الدس عليهما، وسام نشر فيديو انتقد ريدر والشركة. بعيد عنك كتير، يعني ما بعرف مين بيحكي لك أو بيكذب عليك إنه أنت رابر، بس أنا بقدر أحكي لك يا إنه أنت بيض، أنت متنمر، قليل أدب، غير مهذب، ضعيف، وجبان، وغير واثق من حالك. وريدر خرج بعد ذلك بستوريات هو أيضا ينتقد فيها طريقة وسام في التعبير عن رأيه. فما رأيكم بخصوص هذه المشكلة؟ ومن ترون أنه معه الحق من بين مصطفى ريدر أو وسام قطب؟ ترى عادي وطبيعي أي واحد نفسيته تكون شوية تعبانة يسد الحساب، يرتاح شوية من السوشيال ميديا، رايح راسه. بس أول ما أفتح الحساب يقولوا لي فلان حاكي عليك هم منه منزل عليك فيديو، يا أخي ليش كلكم تصرون حساسين وياي؟ إيش فيكم عندكم حساسية؟ تقدر تحترم ما يفيد، تحكي باحترام ما يفيد، تنمر ما يفيد، ايش راح اسوي بيدي انا؟ يعني خرب جرحنا بيها. مختصر مفيد الكلام، تريدون كرنفالي ثلاثه لونا. مشكلتي انه انا شخص على نياتي واسمع كلامكم. شوفوا بالبث انتم كلنا من وراكم، وقتها من كنا فاتحين بث قلتوا لي هذول عقلهم كبير ويستوعبون وريدر راح ياخذون منك ويفهمون انه هاي الدسات تحدي وما بها اي مشكله. شوفوا ايش صار، شوفوا عمي كل اللي دسيتهم ما حد ردني براب. طيب اوكي، اذا انتم ايش خايفين انه انا راب ماتي قوي وانا اكيد ما اعتب عليكم، والله اعرف يعني. ردوا علي بشيء منطقي، ردوا علي بشيء اقدر ارد عليه. والله حرام حرام حرام. هسه انا مثلا اروح اسوي كرنفال ثلاثه على مود واحد مسوي لي فيديو مال يوتيوب وقاعد ينتقد انا شنو احكي بالاغنيه مال راب؟ ترى تقدر ترد علي باغنيه مال راب، انت رابر يا ضعيف يا جبان يا ضعيف يا شباب. مشكلة انه انا متونس، يعني انا ما يدرون انه هاي الشغله تونسني حبي. السلام عليكم. البالك بالك، احنا جيش قطب، احنا جيش عبود، ماكو راب ماكو راب. وين الراب؟ اسوي علي راب، اسوي علي دريس، ردي بفيديو في منطقك حتى تجيب اعلانات وفلوس براسي، واني جعل ادرس الكوبرات وما استفاد منه شيء، تقبلوها؟ تدرون شنو احلى شيء؟ شلون يقنعون جمهورهم؟ يقولوا لهم احنا مستوانا قوي، ما نقدر نرد احنا راب، لازم نرد فيديوهات لانه احنا مستوانا كلش قوي. عموما كرنفالي ثلاثة اكيد حتكون موجودة هالسنة، بس يا اخي ما تسوى تنزل على ذولا، والله ما تسوى، لازم مستويات اقوى، مستويات اقوى اقوى، وعقلها يكون اكبر من هيك وتفهم بالراب اكثر. فهمت علي شلون؟ يعني اللي اريده واضحه انه موهبتك هي دائما اساس نجاحك، يعني انت الشيء اللي راح توصل له نشوف شنو انت راح توصل وشنو انا راح اوصل اللي قدام المستقبل، واكيد المستقبل راح يثبت هذا الشيء. ممكن انت ارقامك تثبت بس انا موهبتي راح تثبت هذا الشيء حبي. انستغرام قطع حرامات كنت راح اكمل، بس يلا اوكي بيس. شوفوا شلون ب 15 ثانيه ما ادري ايش قد بستوري انستغرام اقدر اشوفكم فرق الموهبه يا حبو، يعني ايزي. برهوم معراوي بعد أن قدم له أنس الشايب عرض وهو تحدي في مباراة الملاكمة مقابل 10,000 دولار. برهوم بدأ يلمح على هذا الموضوع حيث نشر بالأمس ستوري جمعه مع أحمد النشيد أنه مستعد. فهل تتوقعون أن برهوم يمكن أن يوافق على عرض أنس؟ توقعاتكم. بارح شفت شيء على اليوتيوب كتير غريب وما حبيت أحكي لأنه كنت بإيفنت، فاليوم يعني لازم أحكي وأقول إنه تعليقاتكم على فيديو امبارح كثير صفة حيسعد بينكم. يوم نشيط حليان، شو الوضع؟ حبيبي لهي السبب أنا بعزمك خلاص. والله عازمني اليوم، شوف شلون راح أسهل اليوم. لا 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 راح تمشي معدتي اليوم شباب، نشيط عازمني. عادي أضارب معك؟ اسمع صار بدها ستوري ثاني الموضوع. لا نضارب ها؟ نضارب. ماشي. كم؟ شو تحب؟ كم تدفع لي؟ هوم. هلا. بكرة نصور خلاص؟ يلا. جاهز؟ أنا جاهز. شوف ما في بكرة في ضرب. في ضرب؟ ضرب. أنا جاهز. في فلوس. أنا جاهز. والله. نارين بيوتي بعد 3 أيام ستقوم بالإعلان رسميا عن البراند الخاص بها بالتعاون مع علامة ليموناد الفرنسية. حماسكم لمفاجأة نارين.
زياد أبو شعر عن انتهاء رحلتهم في سوريا ويستعدون للعودة إلى دبي. وأيضا قامت زوجة زياد سارة ملس بنشر ستوري علقت عليه مطلوب عروس لغيث مروان، والواضح أن الشلة كلها عم تدور لغيث مروان عن عروس مشان زوجه. هاي ابو الزوز، هاي سوسو. طبعا انا هي اخر، يمكن بكره اخر يوم راح اشوفكم، صح؟ صح. راح اشتاكم بس لا طمنوا، جايتكم بالصيف. نو خلص ناخذك من عشان وجهك ما نعدوه. اوكي انا قبلانه مبسط غير واضح انه مبسط. أفكر هاي حركتي اللدوة نايس وسو. انت شباب انت يا حبيب تخيل يا تعالى عم تجاكر اللي معتز انه في عندها اكتر منه على الانستغرام، هو بده يوصل 50,000 وعم تقول له ما حتوصل واصلا عم تقول انه هي اكتر منه. شو 46.9؟ لا نحن عم نحكي انه هي عم تجاكرك انه هي اكتر منك، فلذلك هلا بدنا ندعمه لمعتز. شو في عم تكون دعم على طول لمعتز؟ شو عم تقولي؟ سارة يا جماعة، انا 230 هلا. ايه بدك سنتين لحتى يصلي. هاي الستوري خليها عندك. اوكي والله. ايه خلص اوكي ماشي. جاي تعملوا ام فولو لسارة. اسمع الو اسمع تتذكر هي الندالة اللي عملتها انت من سنتين؟ سبحان الله هلا عم تنعم. مثل ادوار. ايه والله معتز بيستحق يوصل اكثر من ثالث. مع زياد وغيث حكوا لكم تعملوا لي ان فولو، فرجع احكي لهم يعملوا لي فولو. عملوا لي ان فولو، احكي لهم يعملوا لي ان فولو. يعملوا لي فولو. عملوا لي حط لي الريموت. لا والله مو حاط. قولوا والله بس اول عشان تعرفوا فتح الباب. اي حدا بيعمل في عايق انا عندي خلص. هاجي انا فتت هاي يلا ثانية. هسألكم سؤال من جواب كلياتنا عليه، مين الندل؟ وين ليكم؟ هاي فراس زعلان؟ لا ما زعلان عادي، بس انا عم احاول احكي تمام اللهجه، وانا ما يطالع من هون الا ما حدا احكي اللهجه وتكون لهجه. بس لهجه شو؟ لصقانيه. جبت العيد. كفو يا اخي. مقبلات كمان. مقبلات اكل شو خالته شو؟ انا مسؤول عن الطعام. فواي تبعي وايتو هاي لازم تعال احكي لك كلمه. شو مخططاتك بعد العشاء؟ اول شيء قاعدين بناكل بعد القعده نروح على القتيل تمام على القتيل وبدنا نروح نعين على